اجتمعت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب برئاسة سعادة النائب الدكتور هشام العشيري، واستكملت نقاشاتها مع سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير مجلسي الشورى والنواب حول عدة مراسم بقوانين بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب والشورى، مؤكدا أن البتة في المرسومين سيتم في الاجتماع المقبل للجنة. وذكر النائب العشيري أن اللجنة أقرت بالسلامة من الناحية الدستورية لستة من الموضوعات المحالة إليها بصفة غير أصلية، وبين أن اللجنة أرجأت البتة في مرسوم بقانون بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، حيث طلبت حضور ممثلين عن هيئة التشريع والإفتاء لمزيد من المناقشة والاستيضاح. سبعة مواضيع بصفة غير أصلية جاءت للجنة وتم الفصل فيه كلها بأنها دستورية وحولناها على اللجان المختصة. ناقشنا أيضا ثلاث مراسيم كانت بصفة أصلية للجنة، كان واحد منها لتعديل هيئة التشريع والإفتاء بعض المواد والبنود المتعلقة فيها، تم تأجيلها ودعوة هيئة التشريع والإفتاء للاستيضاح من بعض الأمور.